حسن التعامل مع الناس هو جوهر الدين. الإنسان الذي يصلي ويصوم ويحج ويقوم بهذه الممارسات لكنه يسيء إلى الناس، هذا يفقد جوهر الدين، يفقد حقيقة الدين، ليس مسلما حقيقيا. وهو مقصد الشرع أساسا. الدين نزل ليس من أجل أن ينظم علاقة الإنسان مع ربه فقط، وإنما لكي ينظم علاقته مع أبناء جنسه، مع الناس. هذه غاية أساسية لنزول الشرائع والأديان. الله تعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ليش؟ ليقوم الناس بالصلاة فقط؟ ليقوم الناس بالقسط، هذا الهدف، والقسط هو العادل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالعادل تجاه بعضهم بعضا، ولا يكون هناك أي ظلم، أي جور، أي عدوان في علاقات الناس فيما بينهم. هذا هو جوهر الدين، وهذا هو مقصد الشرع. وحينما يمارس الإنسان العدوان على الآخرين فإنه وإن كان في قلبه عقائد الدين، وإن كان يمارس عبادات وطقوس دينية، لكنه يفتقد جوهر الدين. هذا عند المظهر، عند الشكل، جوهر الدين يفتقده، وهو لم يحقق الغاية الأساسية من الدين، وهي إقامة العادل. إذن الإنسان المسلم يجب أن يكون ملتزما في تعامله مع الآخرين، أولا لأن هذا واجب، واجبه ووظيفته. ما دام التزم بالدين، الدين يأمره بأن يكون مسالما وأن يكون عادلا في علاقته مع أبناء جنسه، هذا أولا. ثانيا لأن ذلك هو الذي يقدم الدين للناس. الناس يرون الدين من خلال المنتمين إليه. فإذا كان المتدين حسنا في علاقاته مع الآخرين، انطباع الآخرين عن الدين يصبح حسنا. أما إذا كان المتدين يسيء إلى الناس، فإن نظرة الناس إلى الدين ستكون سيئة. من يمارس العدوان على الناس ليس فقط يسيء إلى نفسه بمخالفة أمر الله تعالى، ليس فقط ظلم نفسه، وإنما يسيء إلى الدين، لأنه يشوه الدين بسوء تعامله مع الآخرين.